معانا زميلنا الاستاذ يسري البدري. اهلا بيك استاذ يسري. استاذ عمرو مساء الخير، اهلا بحضرتك. مساء النور، ايه الحكايه؟ والله احنا وفقا اللي احنا تعودنا عليه في برنامج الحكايه مع حضرتك بنتكلم على معلومات رسميه من واقع المحاضر والتحقيقات اللي هي بتجري حتى هذه اللحظه. احنا بنتكلم على حادث عارض، حادث مؤسف وقع صباح اليوم تحديدا عند مزار عمود السواري في الإسكندرية. كان في أحد الأفواج السياحية موجودة بتدخل المزار، فوجئت بفرد شرطة تبع إدارة البحث الجنائي من قوة تأمين المنطقة بيفتح النار بطريقة عشوائية على الفوج السياحي، أسفر عن وفاة 2 من السياح الإسرائيليين ومصري وإصابة آخر. تم السيطرة على فرد الأمن ده وتم اقتياده مكان احتجازه، ومن ثم إلى جهات التحقيق اللي بدأت التحقيق معاه للوقوف على أسبابه ودوافعه وملابساته حوالين هذا الحادث. تم نقل المصاب والجثث للمستشفيات تحت تصرف جهات التحقيق، وبدأت الأجهزة الأمنية تحقق في هذا الحادث. بعدها بشوية بدأنا نسمع أنه في أكثر من حادث داخل مصر، في مش عارف 6 سياح فين في طابة، 6 سياح مش عارف فين. برضو الجهات الأمنية نفت بشكل واضح تماما أنه ما فيش أي اعتداء على أي سياح، وفقا استناد الناس اللي نقلت عن طريق إحدى القنوات غير المصرية قالت أنه فيه أحداث عنف موجودة في شمال سيناء، والأجهزة الأمنية قالت أن الوضع الأمني في سيناء مستقر تماما ولا توجد أي أحداث. بعدها بشوية لا، ده برج القاهرة أصلي بعلم فلسطين. لا يعني في كمية شائعات كتيرة جدا على خلفية هذا الحادث. احنا بنتكلم على حادث حتى هذه اللحظة من وجهة نظر كل الناس اللي هم تعاملوا مع هذا الحادث، وحادث فردي عارض. بعض التحليلات وبعض التأويلات بتقول ان هو من الوارد ان هو يكون كان بيعبث في سلاحه، كان شايف خطر على السياح فبدأ يتعامل بإطلاق النيران. ده كلها اجتهادات من أشخاص معهود ليهم ان هم يحللوا الحوادث اللي موجودة، ولكن احنا ولا حضرتك ولا انا كنا موجودين على أرض الواقع. أرض الواقع ده فريق البحث اللي بدأ يشتغل عليه استلم موقع الحادث، وجهات التحقيق استلمت موقع الحادث، بدأت تسمع كل يسري اللي يسري قلت لي ان في مصاب كمان، ده جنسيته ايه؟ ده مصري ولا من الفوج الاسرائيلي؟ والله يقال ان هو من الفوج الاسرائيلي المصاب، وتم نقله للمستشفى وبيلقى العلاج، ولكن برضه كان في كلام مش متضارب بعض الشيء ان هم المصابين اكثر من واحد، ولكن الروايه الرسميه احنا بنتحدث عن حصيله 2 سياح اسرائيليين مصري ومصاب في هذا الحادث حتى هذه اللحظه. طيب ايه المعلومات عن الشرطي اللي اطلق النيران؟ هو ده معين حديثا في تامين منطقه مزار عمود السواري في الاسكندريه، وتابع لاداره البحث الجنائي، هو فرد شرطه، هو في الخمسينات يعني 45 سنة عمره، ولغاية دلوقتي بيتفحص ملفه هل هو في أي مرض، واستحالة يعني يكون في أي مرض. يعني أنا بقول لحضرتك استحالة إن هو مش معقول الأجهزة الأمنية بتعين واحد خدمة بسلاح في مكان حيوي زي ده في تأمين سياح ويكون عنده أي خلل. ده كله بيتفحص عن طريق الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية اللي بتباشر التحقيقات حوالين الواقعة دي، وكان فيه رفع لدرجة الاستعداد في مديرية أمن الإسكندرية النهاردة عقب هذا الحادث، وكافة المنشآت السياحية خاصة إن هو في بعض السفارات طلبت رعاياها بالحذر يعني بتداعيات هذا الحادث، ولكن الوضع الأمني وفقا لغرفة العمليات داخل وزارة الداخلية وضع أمني مستقر، وكل المسؤولين بيأكدوا إنه ده حادث عارض لا يمكن التعامل معاه أو تعميمه إن هو ممكن يكون ده ظاهرة. الأستاذ يوسف البدري مساعد رئيس تحرير مصر اليوم، بشكرك شكرا جزيلا. النهاردة طبعا وسط هذا الأمر